السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم عمر، واليوم شباب عندنا سلسله جديده اسمها ريل كرافت. اوكي شباب، صراحه اللعبه واقعيه زياده عن اللزوم لدرجه شوفوا مشان تكسير هيك بسوي لي حركات وبوكس وضرب. فشباب حطونا لايك واشتراك، خلينا نبدا شباب الفيديو. طبعا شباب عندنا كتير اشياء، طبعا شباب اسفين على السحبه بس سكاي فاكتوري انقفلت، فشباب ما عاد قدرنا نصور سكاي فاكتوري لانه جيت عم بفتح كتب لي تعطلت اللعبه، فما عاد قدرت ابدا افتح هاي اللعبه. وهلا اذا ما بتحط لايك بتعميك بوكس هيك وهيك وهيك وهيك. يلا شباب خلينا نشوف. طبعا رسمنا جنب بيت، ما بعرف شو هذا البيت بس كبير شوي، عم نفكر نعيش فيه يعني اذا كان حلو منعيش فيه شباب. بس لنشوفه، لتكون قرية. لا مو قرية، شو هاد سبونرات وحوش. اوه شوف السبايدر شباب، شوف اوف 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 اوف. لا اوكي شباب، في شوية صعوبات. وين انا؟ اوكي اوه شوفوا في موت البايم لما تلا، بس منا بمكان غير. لا عليكم، ولا هاد غير شي، هاد غير شي شباب. خلينا نشوف شوفوا جوا كمان سبونرات. اوه شباب ما علينا. اوه شو هاد؟ ليش ما فرقت؟ واتا ما فرقت مكانه. خلينا نشوف الشباب عادي، المهم هلا خلينا نشوف. طبعا عنا جوع عطش فبدنا نعطش شباب السلسلة، بس خلينا نطلع. اوكي هلا يفترض في ركض. شباب غريب ما في ركض. اوكي خلينا نكسر خشب، بس الخشب شكله غريب. شو ما عم يتكسر؟ نكسر الصغار يعني، نكسر الصغار شباب. اوكي حتى لو بطيئة لاق بطيء، بس انا بحس انه قربنا كتير. اوكي ما طلعنا شي. هدول شو هدول؟ بنقدر ناخد حجر. اوكي حجر. طب استكات، لازمنا كمان استكات. ايه هدو يا حجي. شباب شوفوا اشكالهم، شوفوا اشكالهم مضحك. اهرب هدو يا شباب. ليش اشكالهم يعني شو عم يعملوا؟ غريب. اوكي بس بدنا استكات، يمكن من ورق جد. اوه شباب قرية كأنه في ديناصورات. شو هاد جايين عش ديناصورات؟ اوكي استكات، بس لحظة وين؟ اوكي بس يمين بناخد، بدنا حجر شباب، بدنا حجر. شو هاد خطوات شباب؟ في خطوات. وين الستيك؟ في ستيك وقع هاد ستيك. اوكي مسالم هذا ولا لا مسالم؟ اوكي خلينا شباب نروح نشوف هاي القلعة، ما بعرف شو هاد. اوكي يمكن قرية شباب، قرية يمكن. اوكي فاضية، ما في شي، ما في ستات، ما في شي يعني هيك ناخده من القرية هاي. هاي مو قرية، شو الكائنات؟ لحظة لا قلق وقرية. ليش هيك شكل الفيليجر؟ عنده عيون شباب مثل سكاي فاكتوري. ايرون جول ما تشوهد اي كيس. طب كيف بدي ادخل لهذا البيت؟ شو هاد؟ عليكو هاي دخول. اوكي رائع. كلكم بتعيشوا بنفس البيت يعني ما. اوكي هدول احتمال يكون فيهم اغراض. شست، اوكي الشستات هي المهمة. بس فاضي، شو في هاد؟ بان اوف ارض. خمسة شباب اول شي. بلورون صدل، هدول الميوزك دي اسمه. شوفي بهاي الغرفة كمان في شي، بس هذا ليش هيك؟ اوه شباب اكتشفنا مكان سري. كمان شو يخبوا في عندهم اشياء ما
عندهم أشياءهم، بارلات كمان بقدر افتح البارلات هدول، بقدر افتح الصغار شباب. اوكي حتى الصغار ما فيهم شي. طب انا بدي اغراض يا حجي موارد، ليش ما في شي؟ شو هي كمان شو بده؟ يا شباب خلينا نتعلم كيف نصنع اكس خشب. اوكي طب استاذ الكابل ستون بنصنع، لحظة نشوف، خلينا نطلع نشوفهم من فوق وين الكابل ستون. ليك كابل ستون، ايه بدنا 3 روك شباب. اوكي ايزي، بس بدنا يعني هيك واتش وات، بدنا شباب اغراض. هي شست المناك شباب، اسمها غريب. هات شو. اوكي شباب الاغراض اللي جواته بتضل. شباب اللعبة واقعية كتير، ما توقعت يكون في لعبة واقعية هيك يعني شغالة شباب، يعني ما عم تعلق ابدا، ما في لا لاج ولا شي، فحلو. بس شباب اكتشفنا مخابئ سرية عن النيل. ها مفكرين اني غبي ما بقدر اكتشف. اوكي يعني انا شو بدي مثلا بشي بخليني يعني لعنة، انا شو بدي باللعنات. بوك اند خذوا ناخد هاد شباب. لو معنا ناس كنا بنعمل فيهم مقارب، لو معنا ميمو باذن الله شباب ممكن تشوفوا الحلقة الجاية. فات معي ميمو، ما بتعرفوا نفس السيرفر شباب. اوكي عنا هون، اوه شباب ادوات اسلحة اكسات، حلو ناخد شباب الاسهم. شباب هيك صار سهل شوي يعني، خاص ايما دول ما عاد لهم طعم. شباب حلو صار عنا اكسة لنقدر نجمع خشب. هاي ايما خلص، جيب هاي وجيب شست بليت. حلو ما بدنا شي تاني، البس شست بليت. يوس شو هاد سكيل. غريبة الاشياء شباب. اوكي ما في شي جديد هون، في بنطلون خوذة. اوكي بناخد البنطلون خوذة، وما في بدي بوت. اوكي بدي بوت، هلا تذكرت. هون في بوت، ما في بوت، هون في بوت كمان ما في بوت. اوكي في تشين نحن ليش بناخد هدول، خذ التشين احسن. اوكي شباب باين عليها السلسلة من بدايتها حلوة يعني صراحة شباب. البس هاد وهاد. اه شباب لحظة مشان نلمسه بدها اشياء واتشيفمنت وموارد. شباب اللعبة واقعية كتير صراحة، بالحقيقة ما رح نقدر نلبس هذا الشيء. اوكي هون شوية طلعة ما بدنا نطلع. خلينا نشوف شو في كمان. اوكي بس لو في ركض، بس ما في ركض ليش. اوكي عنا هون طلعة، خلينا نطلع. شباب ملاحظين الرؤية كأنه هون في دخان هيك شيء. اوكي في ورا شستات، حلو. اوكي وين الشستات، من وين نفوت شباب؟ مخباين تخبايا شو هاد. اوكي برونز، حلو فحم كوارتز ايرون، رائع. شوف شباب تعودنا على الرأي. اوكي لزاقة طبية. اوكي شباب هون اشياء للعلاج. اوكي لزاقة طبية. اوكي بلاستر يعني لزاقة، غريب. اوكي مقفول، نكسر القفل، باب ينكسر. كرافتنج تيبل، حلو نكسرها بالاكس. اوكي شباب ما بقدر استخدم الاكس. اه شباب لازم نكبس كبسة يمينية. شباب اللعبة واقعية زيادة. اوكي سرير، حلو هات السرير، شوف بالاوضة اللي مواجهنا. يا الله فهمنا، كمان هاد مقفول، ما في شي. اوكي شباب في كتير اشياء رح نفتحها مع بعض. خوذة ذهب. اوكي ما بتلبس، حلو. لازمنا اشياء غريبة. اوكي اكل، رائع.
بيض جولدن. خلي الشباب أشياء هيك موارد كتيرة معنا بإذن الله. شباب منعيش بشي أوضة من هدول الأوض، لأنه صراحة شباب مكان حلو وبنعيش فيه. شو رأيكم شباب منعيش بهي الأوضة؟ يا حجيت نعيش بهي شباب. أوكي شباب خلينا نحط مواردنا، خلاص منعيش بهي. أوكي شوفوا شباب أنا ما من حركات وفكسات ومضاربة. شست بدي شست، ما بقدر أعمل، بدي كسر خشب. اوكي خلينا شباب هلا ندور كمان بحبش على الغراض، نطلع لفوق. اوكي عنا هون شيست بتوب كورس اوف ليندنج، ما بدي. هلا انا بقدر اشتري يعني بقدر جلد بيعطيني امرالد، ما معي جلد. انت شو بتبيع؟ قد ما ببيع شيء. اوكي في هون غرفة كأنه. اوكي هي بيل حلو شباب، خذ الهبل شباب. والله يعني هبل شوي، يعني ما ضروري تكون اللعبة واقعية كل هاد، بس احلى يعني صراحة. صراحة شباب كان هون ناس بيحرسوا، حارسين القرية. اوكي خلينا نطلع شباب على غرفتنا، بس لو اعرف كيف اركض. في تشفيت شباب، في كل شيء. اوكي هي الغرفة شباب تبعنا، خلينا شباب كيف بدنا نحفظ انه هي غرفتنا ما بعرف. اوكي خلينا نصنع اشياء، ما معنى اشياء تنصنع اصلا، بدنا خشب اول شيء مشان نستخدم هاد. بدي لحظة شو كان بدي، بدي سكيل. اوكي بولدينج شو بدي اعمل، بيرفكت. شباب كله غريب، كله بنستكشفه شباب بالمستقبل باذن الله. شباب كله بالمستقبل بنستكشف كل شيء، يعني ما في شي بضل ما بنعرفه. اوكي ما في شي استاد تاني، مشان نطلع نبلش بالتجميع ونشوف ايه نزل. شو هاد ليش هاكل شو عم دوخ غريب. هون المكان هاد. اوكي اوكي ما في شي، نطلع شباب. انت ليش احول لابس لي دكتور وعامل لي فيها؟ اوكي لازم ننام، بس يا الله الخرف فوق. يلا عاد شباب منعاني شوي، هو ما في سرير منعاني شوي شباب. المهم انه ضل عايشين بس اول حلقة. كان فوت على غرفة تبعنا يا حبيبي، افتح الباب. ايه شو هاد شباب، شفتوا شو صار؟ طلع كائن غريب غريب شباب. بس ليش عم صير احول انا كمان؟ عم يصير عندي عيون؟ لا او شوفوا شباب المشي شاب الانيميشن حلو. لا مو من هون يا الله، ها راح هذا صار مو حول. اوكي بياخد ورق وبيعطيني امرود، بس عادي انا ما بتشتري من عندك، عادي انا حر على فكرة انا حر. اوكي شباب خلينا نشوف. اسف على الاصوات اللي عم تطلع. اوكي هلا شباب خلينا نستكشف شوي، هيك ناخد حجر نعملنا هيك اشياء بسيطة. لا نسينا ناخذ الكرافتنج تيبل، ما لو اخذينا احنا ليش. اوكي خذ هاي، شو هاي ماربل روك؟ لا انا بدي روك عادي. اوكي روك عادي. اوكي هلا سوي هيك. اوكي شباب كبرستون الرائع بيوتيفول، بس يا ترى شباب ما بعرف اذا بقدر استخدم هذا الاكس اصلا، ما بعرف يعني بالضبط. شاي ماربل روك، خلينا نجمع هدول ونشوف شباب شو بطلع لي. ماربل كابل ستون غريب غريب. المهم شباب انه نجمع 3 كابل ستون. اوكي في بالارض كتير. اوكي جمع جمع. اوكي صار عنا 2. هلا خذ هاي وهاي وهاي وهاي. رائع شباب رائع. طبعا شباب اذا بدكم ميمو يدخل السيرفر معنا فاكتبونا بالتعليقات، يعني ممكن شباب نظبط وقت ونقعد يفوت معنا. اوكي بقدر نام. هات شو بنعمل، بنعمل لنا شي؟ لا خلينا نشوف شو بنعمل. بنعمل ميد كيت، هي للعلاج. اوكي اوكي علاجات علاجات شباب غريبة. طب هات شو بنصنع منه، ولا شي. هات كمان بنصنع منه ميد كيت.
بس شباب شوفوا الميد كيت هاي غير هديك. بس عادي شباب. اوكي هلا بدنا شباب ستيكات. اوكي في وعد ستيكي وعد ستيكي. اوكي في ستيكات وقعوا ما وقع شي. اوكي وقع ستيك وقع ستيكات. هلا كيف بدنا نجيب شو كان اسمه هاد؟ لازم نرجع على البيت يا الله. بس لحظة شباب في ستركشر قرية قرية شباب. ليش ما فركت يا دي شباب؟ اعرف شو هو زر يعني. انا بدي اركض، انا من حقي اركض على فكرة. بإذن الله نلاقي. لحظة شباب نشوف شو في. ارمور هيل. اوه شباب في كتير. طبعا ما فينا زرايت لانه الاصدار 1.12.2. اوكي اول بيت ان شاء الله يكون فيه كرافتنج تيبل. ما فيه. نقدر ناخذ الخشب هاد ان شاء الله شباب نقدر ناخده. اوكي عم يتكسر. شوف شباب التكسير قد ايه بطيء. اوكي 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 فشلنا فشل. انا بس بدي كرافتنج تيبل استخدمها بس. ليش طيب يعني ليش كرافتنج تيبل نادرة؟ انا ما كان بدي ارجع البيت مع انه رجع اسهل. بس بدنا نستكشف هاد. اوكي في نزلة ان شاء الله يكون في كرافتنج تيبل. اوكي شباب سكر القصة. اطلع بس اطلع نرجع البيت احسن شي شباب. ضوعنا كل هالوقت اخر شي طلع الحل ورجع البيت. لسه مو هلا الواحد بينزل الغرفة. بنقدر ناكل هاد؟ او بنقدر. بس شباب عطشانين شو الشي اللي بيروح لنا عطشنا؟ هذا الشي ما بنعرفه. طب لو انا اخذ معي الكرافتنج تيبل من الاول. طب ليش هيك الخشب معقد؟ ليش كل شي معقد؟ كله شباب رح نعرفه حينما ياتي الوقت. نعم شباب هذه هي حقيقة وهي حقيقة مرة قليلا. اوكي هي المدخل. بس لو في ركض شباب كنا. اوكي نطلع على غرفتي بسرعة. اي غرفتي اي غرفتي وين في كرافتنج؟ في كرافتنج. واخيرا شباب اول اكس رح نصنعه هيك هيك. يا بقدر استخدمه؟ بقدر 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 بقدر. رائع. هلا بننزل شباب بنجمع خشب. اوكي رائع. مو من هون من هون. اطلع بس اطلع. اول شجرة اول شجرة اول شجرة شباب. ان شاء الله ما يطلعن. شاف في كائنات غريبة. لا تقول عم يهاجمني. انا مسالم يا حج. بس بدي اعرف انت من. هي شجرة عادية هي مو ضخمة. غريب. اوكي ان شاء الله شباب يقعلنا خشب. اوه شباب الشجرة كلها وقعت. اوكي اوكي رائع. 11. اوكي اوكي اذا كان الشجر هيك بتكسر. اوكي ايزي شباب بنجمع شوية خشب. خشب شوف شلون بيوقع حلو. شوف شباب غريب ورائع شباب. يعني في واقع كتير. شباب اوكي. متنا. ما بعرف اذا غرضنا شلون بترجع لنا او شيء. اوكي صراحة جماعة موت غبية وقعت فوق الشجرة. اوكي هون ما في لا ماب ولا بوينت. ما في شيء. شو هاد؟ كورن. هي مو نفسها بتكون موجودة بال شو كان اسمه هاد؟ ليك شباب اغراضي. شباب اغراضي بالارض. خود 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 كل شيء. شاب ليش هيك؟ شوف شاب الغراض فوق بعض. والله حلو احلى لانه انت بالحقيقة ما راح تجي وتلم الغراض بطريقة هيك. لا كله موجود طبيعي. هيك ملح مرمي بالارض تاخدهم واحدة واحدة. مو بتمشي من فوقهم لحالهم بيناتوا لك. ما في هيك شي شباب. هدول اشياء غير. اوكي ناخد الموارد كلها. شوف شاب اللي ما بدنا اياه ما بناخده يعني عادي يعني براحتنا.
كله مريح. خود خود الجلد خود. شوفي كمان عنا هون، اوكي هي مفيدة، مفيد خشب طبعا مفيد. اوكي بتوقع بس لا لا كيف نسيناك، انت اهم شي باللعبة. اوكي هلا شو خلينا الانفنتوري فول. ليش عم تكسروا بسرعة الدروع؟ اوكي دخنا شباب، دخنا جيب هاد، طلع اغراضك لفوق. اوكي جيب هاي لهون وهاي لهون، ما انا شباب ما نقدر نستخدمه بس عادي. خلينا نجمع كمان خشب، بس وحدة كمان عشان نقدر شباب نعمل يعني اشياء. بس بتوقع هي غير هديكة، يعني هي ما رح توقع. لا والله وقعت. اوه شباب هي الشجرة طويلة، شوف كيف علت على الشجرة التانية. والله شباب حلو. دارك اوك، ليش دارك اوك حجي؟ ما بدي دارك اوك. وات، شوف لما ابني. اوكي حلو. اوكي شباب خلينا نرجع على البيت ولا نجمع كابل ستون. نجمع كابل ستون، ناخذ اول شيء نجيب جاكس، بعدين شباب بننزل تحت الارض ومنجمع كابل ستون. اوكي خذ بسرعة بلوكاتك شباب. انا كنت من زمان يعني شوف هيك المطبق، انا عدم فتل المطبقات، شوفه يعني شغلة بايخة، يعني شغلة مو حلوة. بس بعدين شباب لما فتحته وشفته قلت انا لازم نزله مع المتابعين الاساطير الداعمين المحترفين، كل شي حلو بنقال عنه. اوكي اوكي شباب هلا انا كم دمه هاد، شو اسمه ماكا، رح اضربه واهرب. الحقني الحقني، اصلا ماني خايف منه بس لانه شباب انا لسه بالبدايات ما بدي موت، مع اني متت بسبب شجرة. بس عادي شباب، خلينا شباب هلا نطلع. خلي الكرافتنج تيبل جنبنا. بس لحظة شباب، هلا بنقدر نعمل ليه كيف بنعمل بلانك هدول؟ اوكي بدنا من هاي استيكات، بقدر احط خشب. شو بقدر اعمل من هدول؟ شو اسمه ساو، خلينا نكتب ساو ونشوف انواع الساو الموجودة. ساو اوكي ايرون ساو، بقدر اعمل ايرون ساو. فبنعمل شباب هلا بسرعة ايرون ساو، نحن معنا ايرون. اوكي ايرون ساو. اوكي هلا بنحطها هيك. اوه الشباب اول، يس هلا شباب بس خلينا نعمل اوكي ستون. شباب والله بسلي، يعني بتستكشف اشياء جديدة واشياء اسطورية. هلا شباب رح ننزل ونجمع كابل ستون. يس هدول شو ما نشوف شباب الانف، يا الله وجوهكم مستفزة. بس لحظة بدنا نعمل شيست بنحط هاي اوكي بطريقة الاحترافية. لا لازم فوق شباب، ما بصير تميل. اوكي من قيمة هاي بنحط هدول. اوكي شيست نحط الشيست هون شباب. ليه لحظة اوكي هون بنحط جنب هذا الشيست، ما بنحط بس هذا ليش مقفول؟ كيف افتحه؟ طيب بقدر كسره؟ ما بقدر يعمل شيء بالمستقبل، مش مش وسطه. اوكي فضي الموارد، لا البو خليه بقدر استعمله. الكتب خط، فضي 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 فضي. اوكي شباب كل شيء فضي، انا هلا ما لي حاجه، خلي بس هي معي. الموارد اللي ما بقدر استخدمها فضيها. اوكي ها شباب رح نصير نجمع كابلستون بدون ما حدا يقلنا لا. خلي البو معي عشان شباب اذا هجم علينا اي كائن ضروري نجلده. خلي فيه اكل ايم الفحم، نجمع فحم من وين مكان، يعني مو مجبورين ناخذ من هون. ايم الكوارتز، ايم كل شيء. اوكي برونز، شو بنقدر نعمل برونز؟ نقدر نعمل برونز سبير، نقدر نعمل مثل اي شيء تاني، نقدر نعمل سيوف اسلحة. اوكي شو هاد بول؟ البول بدنا نعمل منصوف او اوكي نقدر نعمل بول شباب، نقدر نعمل بول بس ما بدنا نعمل هلا، خليها لبعدين.
اوكي، ايميل تطويرات، ايميل دول، وانطلق في رحلتك. ولا بنقدر نعمل اللي احنا بنقدر. خليه هون. لحظة، انت شو اسمك؟ انت بتبيع بالخيوط امرالد؟ وانت هذا ما ببيع شي. ليش شباب عم ندوخ؟ مصدقين شباب، انا حاسس حالي عم عيش حياة واقعية هيك شوي وشوي كثير. كالليل عادي. اوه اوكي، كلاي. هلا والله بحجي، هلا والله. مين بيدمج؟ شو هاد اللي عم يدمجني؟ في بوشن شباب بليد. ليش طلع بالليل؟ يمكن مضرة، ما بعرف. نزيف شباب، رح نموت. فوت بسرعة، نام نام وارتاح وما على قلبك شر. اوكي اتطورنا. بس ليش شباب عم ندمج؟ في كائن عم يدمجني. يمكن شباب من الاكل اللي اكلته. بتوقع شباب من الاكل؟ ايه من الاكل اكيد، ما في غير حل، ما في غير شي يعني. اوكي هلا نبلش شباب تجميع الكابل ستون. اوكي حلو شباب، كابل ستون. حس حالي هيك حققت انجاز، كان عم بلعب ماينكرافت العصر الحجري. طبعا مصطفى جيم اوفر شباب. اوكي خود بسرعة، خود. بقدر جمع من تحت الارض؟ خليني اجرب. بقدر كسر درت؟ خلينا نجرب. اوكي بقدر، طبعا بقدر. اوكي يس، بطلع لي روك. بس عادي شباب، بالنهاية انا بقدر سامي روك. كم روك؟ روك اتنين، يعني كل ما كسر تنتين طلع لك كبلستون واحدة. شوف شباب بقدر كسرها دغري. والله شباب اللعبة واقعية، انا يفترض تعلق عندي. بس غريب، انا مستغرب الصراحة. كسر 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 كسر. اوكي شباب، 4 ستاكات روك من هدول الصغار يساوي ستاك كبلستون. التجميع من هون احسن. اوكي كسر كسر، بكفي هدول برأيي حاليا، مو محتاجين. في دروع ستون، خلينا نشوف. ستون اوكي، ستون. في سيف ستون طبعا، في ستين سيف ستون. هلمت، خلينا نكتب ستون هل. اوكي ما في شيء اسمه ستون هلمت، ما في اسلحة ستون، بس في هيك سيف طبيعي. ما في سيف طبيعي؟ وات؟ لا ليكو اوكي، فكرت شاب مسحوا السيف الطبيعي. يا الله على الدوخان. هالكائن ليش باين عندي؟ شوف شباب هذا الكائن عم بقدر اشوفه من هون، يمكن لاني ضاربه، يمكن كارهني هذا الكائن بده يجي يهاجمني، ما بعرف. خلينا نطلع بالدرت. اوكي وين ليكو؟ هنيك. انت جرب شباب اضربه ولا مالي قد مشكلة، ما بعرف شو هاد، ما بدمجني. اوكي لا بدمج. مين ما بدمج؟ عم يكسر الدنيا حوالي. اسف. شو هاد؟ ليش ما تقدر نطلع؟ كسر الدنيا. هدي يا حجي، هدي. ما عاد تضربك مرة تانية ابدا. كيف سكيلتون؟ انتو شو وضعكم؟ اوكي عايشين مبسوطين. خلينا نرجع على البيت. من وين نرجع؟ من هون. اوكي من هون نرجع على البيت، ندخل. ما بتهاجموني صح؟ انا صديق، عفو. اوكي ندخل شاب. شو راح العطش؟ يمكن لانه متنا من شوي، ما بعرف شاب. هاي اللي بنص الدويرة شو جاذبية يعني؟ اوكي خلينا نرجع نعمل. اوكي نحط هدول. اوكي شباب، حلقتنا وصلت للنهاية. جمعنا اشياء، جمعنا موارد. بإذن الله شباب الحلقة الثانية نحاول اليوم شباب. شباب شو كمان عم شوف حالي. اوكي 1 2 3 1. واو وي جاي على بالي اضرب القرية واسمنت. اوكي شو شباب المشي.
اكشف هل بدلتكم. مع السلامة.